هل فعلا جانكوك ضحى بحياته لإنقاذ فرقة بي تي اس؟ ومن هي الفتاة اللي كانت برفقة في؟ وما قصة تغطية عيونها؟ وهل فعلا قرر آر إم إنقاذ العالم بطريقة بناء سفينة مثل قصة سيدنا نوح؟ وهل جيمين كان المدبر والمسيطر على كل الأحداث؟ ومعقول جي هوب أتى من المستقبل لمساعدة بي تي اس؟ وهل كان شوغا على علم بكل ما سيحدث؟ ولماذا فشلت جميع محاولات جين لحماية الحمامة البيضاء؟ وهل تحولت روح جانكوك إلى حمامة السلام؟ أسئلة كثيرة تم تداولها بين الأرميز، واليوم رح تتعرفوا على الرسائل الموجودة داخل كليب أون. لكن عندي رسالة لفرقة بي تي اس من الأرميز، طبعا بيسلموا عليكم أينشتاين وأسحاق نيوتن وبيقولوا لكم مش هيك، خف شوي علينا، ترى بدكم علماء فلك وذرة ورياضيات وأحياء وكيمياء لتحليل كليباتكم، طولوا بالكم ارحمونا. المهم اهلا بكل خنفشاري وخنفشاري، ويلكم باك تو ماي شانل، وبتحليل كامل لكليب اغنيه بي تي اس اون، وهذا الفيديو اللي طال انتظاره من فتره واخيرا صار جاهز. بصراحه تحليل الكليب اخذ فتره طويله معي لانه جدا معقد وفي تفاصيل كثيره، لكن اليوم رح افاجئكم بنظريات صادمه لجميع الارميز. وطبعا قبل البدايه لا تنسوا نشر الفيديو والاشتراك بالقناه والضغط على زر لايك. باي ذا واي معكم بارك بيش يونغ. إذا أنتوا جاهزين إحنا كمان جاهزين. Ready, set and begin. جيمين بدور الموسيقي والمسيطر، جانكوك بدور السجين، في بدور الحارس، آر إم بدور المنقذ، جي هوب بدور المسافر عبر الزمن، شوغا بدور الداعي، جين بدور المعالج. أتوقع هيك صارت الفكرة واضحة للجميع. فالفيديو الموسيقي عبارة عن لوحة فنية ضخمة من أول مشهد ولغاية آخر مشهد، والتصوير وكأنه فيلم سينمائي وليس فيديو كليب. في بداية الكليب يظهر جين بمشهد من نهاية معركة واللي كان واضح من خلال الجنود الملقاة على الأرض، لكن اللافت الحمام البيضاء المصابة بسهم، وللعلم الحمام البيضاء هي رمز للحب والسلام، وواضح أن المعركة كانت عكس ذلك، لكن جين والشخص المجهول اللي خلفه هم الوحيدين اللي كانوا على قيد الحياة. فهالمشهد أكيد جاء من المستقبل لكن من عالم مختلف على ما أعتقد. ولما نظر جين للخلف ظهر جانكوك وهو عم بيركض ويداه مربوطين وبينظر للخلف وكأنه عم بيهرب من شيء ما داخل هذا الجدار. وبالنسبة للجدار خلونا نرجع لكليب أغنية Fake Love لما ظهر باب من داخل الجدار، هذا المكان اللي كان فيه ماضي سيء لكل شخص من أعضاء فرقة بي تي اس. فمن خلال هذا الجدار هرب جانكوك وغادر المكان بسرعة. أما مشهد جيمين مع الطبول المرمية خلفه واللي تمثل إلى أن الموسيقى لم تعد موجودة في هالعالم وتم الاستغناء عنها، والطبول هنا تم استخدامها في ساحة المعركة للتواصل بين القائد والجنود، هذا يعني أن دور جيمين بهالكليب هو قائد المعركة. بعدها يظهر في مستلقي على الأرض بجانب فتاة مغمض عيونها بشاش، وهالفتاة ترمز إلى الأرميز. لكن لماذا مغمض عيونها؟ لأنه بكل بساطة ما يريدها تشاهد الواقع الصعب وهو بجانبها لحمايتها من أي خطر. وهالمشهد بالذات مطابق لفيلم بيرد بوكس، باختصار لازم تبقى مغمض عيونك لتعيش، وإذا حاولت النظر فورا تموت من الوحش المحاط بك. فوجود العرباية المحطمة خلف في والمغطى بالريش والقماش، ولو تركزوا أكثر رح تلاحظوا وجود جيتار داخل هالكراكيب. والمشهد اللي بعده مشهد جين، وهنا طبق الأصل لمشهد أغنية فيك لوف وهو عم بيحاول حماية الطائر الموجود داخل القفص واللي دائما يفشل بحمايته. أما القائد آر إم وهو المنقذ لأنه ظهر بنفس مشهد سفينة نوح والحيوانات، فمعنى هالمشهد لما طلب ربنا من سيدنا نوح بناء سفينة في وسط الصحراء وأن يجمع من كل الحيوانات ذكر وأنثى لحتى يغرق الأرض وما فيها من كثر الفساد والطغيان ولحتى ترجع الأرض نظيفة من جديد، وهذا بالضبط ما كان يخطط له آر إم، بداية جديدة خالية من أي عيوب أو أخطاء.
بعدها عدنا إلى جين وهو داخل غرفة مليانة بالأقفاص، وقد أعاد الطائر الميت معاه وغطاه بقطعة قماش، لكن جيمين كان عم بيأشر بيده إلى السماء وإلى الطفل وإلى جين. فجيمين يسيطر على كل شيء، فهو أعطى جين تلميحات بشأن ما يفعله، وإذ فجأة عادت الروح إلى الطائر، يعني الطائر على قيد الحياة ولم يموت. ولاحظوا ردة فعل جين والصدمة على وجهه، وبسرعة نظر إلى النافذة وشاهد جانكوك وهو عم بيركض بالغابة. طبعا المسكين جانكوك بكل فيديو كليب لازم يركض بس مقضيها ركض، لكن هون من شدة التعب أغمى عليه ودخل بغيبوبة. وطبعا لما نتكلم عن الغيبوبة لازم نتذكر جيهوب لما نتكلمنا عن سقوطه المتكرر بكليب أغنية إيجو ومرضه المزمن المرتبط باللاوعي. طبعا هاد مش واقع على مود الآرميز لا يفكروا بأنه مريض عن جد، هاي مجرد قصة مش أكثر. المهم الكل صار بيعرف بأنه جيهوب لما يفوت بغيبوبة يصبح عالمه افتراضي خيالي، واللي بالضبط أصبح مشهد الغاب مشهد خيالي مع مجموعة أشجار مقطوعة ميتة أو حتى محطمة. حتى لو تركزوا أكثر رح تلاحظوا بأنه ملابس جيهوب أكثر عصرية من باقي أعضاء الفرقة، وكأنه جاء من المستقبل لإنقاذ جانكوك. وخلفه مباشرة انشهد جانكوك مستلقي على الأرض وكأنه ميت، وفوقه غراب. هسا علميا الغراب بيأكل أي شيء ميت ويبدأ بعيونه أو دماغه وليس جسده. وعلشان تطمنوا دور الغراب هنا مساعدة الشخص المصاب وإزالته عن الطريق من خلال نقره لحتى يستيقظ. وبيرمز الغراب هنا إلى الجانب المظلم من جانكوك اللي بيحاول إيقاظه ومساعدته، وفجأة بيفتح عيونه وبيستمر برحلته إلى البحيرة، وهي بالحقيقة المختص، أي يعني المياه المقدسة لمحي الذنوب والولادة من جديد. تأكيد على كلامي لما أدخل يده المربوطين بالأشواك واللي بيرمز إلى الخطايا والألم، فتم مسح ذنوبه واختفت الأشواك وظهر البوق. أما مظهر شوغا وهو أكثر مشهد معقد لأنه واضح بأنه داخل معبد، لكن ركزولي على الرموز المتواجدة بالحائط وراء شوغا: Air, Water, Fire, Earth، واللي تهدف إلى تنقية عناصر الطبيعة: الأرض، الهواء، والماء والنار. وهسا نرجع للفتاة اللي هي الأرمي اللي مغمضة عينيها مع في وكأنها عم تحاول النظر لشيء ما، وفورا لاحظ في بأنه أبواب الجدار بدأت تنفتح، وهنا ساعد الفتاة لحتى تشاهد كل شيء بوضوح. وأتوقع هنا بأنه غطاء عيونها يعني الجهل، وهو نفس المشهد اللي ظهر فيه جيمين بأغنية بلاد سويت أند تيرز، وكأنه عم بيغطي عيونه لحتى ما يشاهد الحقيقة. لكن هنا في والفتاة واللي تمثل الأرمي أمسكوا بيد بعضهم استعدادا لمواجهة ما هو قادم، وهو نفس المشهد اللي ظهر بكليب أغنية Make It Right. هسا نرجع إلى جيمين والطفل والطبول. نظرية الطبول: أرادها الطفل أنه يتعلم الموسيقى من جيمين، لكنه لاحظ بأن الموسيقى قد ماتت. وهنا في الصورة الثالثة بعد ما حصل على إذن من جيمين بدأ يتعلم الموسيقى بيده، وبآخر مشهد ظهر وبيده عصا الطبلة، وهذا يعني بأن الموسيقى قد تم إحيائها من جديد. وبمجرد ما استخدم هذا الطفل الطبل فورا استيقظ جانكوك، وأبواب الجدار بدأت تنفتح وكأنها إشارة. وهذا المشهد طبق الأصل لفيلم ماز رانر. ولاحظوا بأنه جيمين هو الوحيد اللي بيقدر يتحكم في أبواب المتاهة، فقبل ما يعطي جيمين أمر للطفل للعب بالطبول رح تلاحظوا بأنه آر إم بدأ يصلي. ولما بدأ الطفل بالتطبيل تم فتح الأبواب وتم تحرير جانكوك. فالأشواك المربوطة على يد جانكوك أشبه بالتاج، وهو تاج مسلسل Game of Thrones، وأيضا نفس التاج اللي كان على رأس سيدنا المسيح خلال صلبه واللي تسبب له بألام كبيرة. فبكل بساطة تاج الأشواك هو رمز لمعاناة المسيح للبشرية من أجل العالم. وهالمشهد جمع جيمين، آر إم، جين، جيهوب وشوغا لحتى ينضموا إلى في مع عدد من الناس. ولو نرجع لأول مشهد مع جين لما انتهت المعركة بحيث لم يبقى أي شخص على قيد الحياة بعد الحرب، لكن هنا وكأنه جين رجع بالزمن لإنقاذ الجميع، بالإضافة بأنه جين أحضر القفص معاه الموجود بداخله الطير، وطبعا فتح القفص وفعلا الحمامة البيضة كانت على قيد الحياة وحررها للطير خارج هذا الجدار، وهي كرمز لبداية جديدة. لكن الصدمة كانت هنا. OMG!
لا طبعا هذا من خيالي، اوكي بليز ما حدا يصدق، هاد مجرد خيال مش اكثر. المهم بانه جون كوك اتخلص من الخطيئة والالم وتحررت يداه بعد ما غمسها في الماء، يعني تم تعميده. فالمعمودية بالماء ترمز الى موت الشخص عن مسلكه السابق وبداية لحياة جديدة. واخرج بعدها الصدفة، وبنفس اللحظة باقي اعضاء فرقة BTS كانوا واقفين امام الجدار. وبالنسبة للصدفة فهي رمز روحي، واللي كانت تستخدم في العديد من الثقافات عبر التاريخ، وعند النفخ بالصدفة يعني الصحوة الروحية والمرتبطة بالحقيقة والقوة. ولاحظوا بانه فورا بعد ما قام بنفخ الصدفة اصبح الكون مظلم بالغيوم والبراكين، وكأنه مشهد من العالم السفلي، والشمس اصبحت مغطى بالغيوم ورماد البراكين. فشي طبيعي بما انه فرقة BTS ظهروا من العالم السفلي، فلازم نشاهد النسخة الحقيقية منهم وهم لابسين هودي. لكن هنا عكس اغنية Fake Love، لأن وجوههم كانت ظاهرة وليست مخفية وراء الاقنعة. وهنا ظهر جانكوك ومع الصدفة وجميعهم بخط واحد، وايضا بسبب ظهورهم على حقيقتهم بدأت قوتهم تنمو. فالحمم البركانية المتطايرة هي دلالة على القوة، عكس أغنية Fake Love، واللي انتهى المشهد بسقوط الجدار عليهم. وهذا يعني بأغنية Fake Love إنه أقنعتهم دمرتهم، لكن بأغنية On هم اللي قاموا بتدمير المكان بقوتهم. ومع نهاية العالم السفلي كانت بداية للأرض، واللي بدأت بالنمو من بعد الدمار والجفاف. وهالمشهد يوحد لنا Shadow Self and Ego. فبعد ما تكتشف نفسك وتتقبل نفسك تصبح أقوى. وبعد كل هذا يقودهم قائد الفرقة RM للصعود إلى الجبل، يعني صعودهم إلى القمة. ولاحظوا التعب والإرهاق على وجوههم عند الصعود، لأن الصعود إلى القمة يحتاج إلى جهد وتعب. وطبعا جانكوك كان آخر الواصلين بعد ما انتهى من استكشاف نفسه. والحمامة اللي تم تحريرها رجعت، لكنها ما كانت لوحدها، بل كان هناك 7 حمامات، وهو نفس عدد فرقة BTS 7 أعضاء. لكن فكروا لو فعلا جانكوك مات بالفيديو الموسيقي مش بالواقع، الله يحميه طبعا، لكن مجرد تفكير لو فعلا مات بالفيديو الموسيقي، لماذا ظهروا بالنهاية 7 حمامات بيض؟ هذا يعني بأنه لم يمت، وإنما ظهر من جديد من دون ذنوب أو خطايا، وهو بقمة سعادته، وبدأ يركض وهو سعيد ومن دون خوف أو قلق، واثق من نفسه وسعيد لوصوله إلى القمة. فبهالفيديو عرضوا فرقة BTS لنا التحديات اللي واجهتهم بحياتهم، لكنهم ما استسلموا وتحدوا الصعوبات لحتى يوصلوا إلى القمة. فبعام 2013 كان مفهوم BTS No More Dream، لأنهم ما كانوا واثقين من خطواتهم أو حتى مستقبلهم. لكن بعام 2020 مفهوم فرقة BTS انتهى بكلمة واحدة، Dream. وطبعا هاد بعد ما حلقوا ووجدوا حلمهم. الحمد لله بأنه نهاية الأغنية كانت سعيدة. هذا كل ما توصلنا لاكتشافه داخل أضخم إنتاج سينمائي لفيديو كليب لعام 2020 مع BTS On. أتمنى يكون هالشرح ونظريات نالت إعجابكم. لا تنسوا نشر الفيديو لحتى جميع الأرميز العربي والعالمي يفهموا الألغاز والرسائل المتواجدة داخل هذا الكليب الضخم. وأيضا اشتركوا بالقناة وانتظروني قريبا بفيديو جديد. كان معكم بارك بيشيونغ. بالنهاية دوبايو جلكايو أنيوغيسيو. باي باي.